اسلام اسلام عرب، اعوض، اللي هم 3 اللي مليون هو ده اللي هي نفس 750. القصه بتاعت مؤمن زكريا. وديك معلومه جديده كمان، اتفضل. مؤمن زكريا، مؤمن زكريا كان بيلعب في ناشئين النادي الاهلي، مظبوط. تمام؟ كان بيخلص الماتشات بتاعت ناشئين النادي الاهلي ويروح على ماتشات الزمالك، فريق كبير في استاد القاهره، يتفرج على الماتش لان مؤمن زملكاوي، تمام؟ زملكاوي. انا بقول لك معلومه، كان بيخلص ماتشات الناشئين في الاهلي ويروح يتفرج على ماتشات الزمالك في الاستاد. مؤمن اما راح امبي ما كانوش مقتنعين بيه، شايفين ان هم دفعوا فلوس فيه وما اقتنعوش بيه وما كانش مؤثر مع امبي. فابتدى من ايام ما كان المصري مع حسام حسن كان افضل، فامبي عايز يعيره، عايز يمشيه لان مبلغه كان جاي كبير بيه فراح النادي الاهلي، النادي الاهلي رفض ان هو يديله الفلوس، راح الزمالك خد فلوس زياده. ابتدى مؤمن زكريا يبص في نادي الزمالك، فاكرين وحبه للزمالك، وده حقيقي، لكن هو سبب رحيل الحقيقي لمؤمن زكريا ان المستشار مرتضى منصور قال ده لعيب عادي وعندي زيه كتير. مؤمن عرف، بس هو ده السبب. والله العظيم يعني مؤمن يسأل كده، ده لعيب عادي والزمالك عنده زيه كتير، فمؤمن زعل وراح. وطبعا خد مبلغ لا ما يحلمش بيه اي لاعب، اللي هو 17 مليون ونص. انت عارف تم يعني موضوع اتحاد الكوره بسرب العقد ولا ايه؟ ما اعرفش مين اللي سرب العقد هو في تحقيق في المسألة ديت، بالظبط وتحقيق يعني طالب بيه محمود الشامي وما اتعملش. بالظبط بالظبط. فالقصه ان هيكون في خناقه، لكن الاهلي انا متاكد وانا بقولها لك من دلوقتي هيفوز باربع صفقات سوبر، هيجيب لعيبه افريقيه، محمود طاهر هيعمل اللي عشان يقوي فرقته الموسم القادم. مين الأبرز؟